كتير ونحكيوا على حكاية غريبة شوية ولكن منطقية في صارت في وقتنا تفاصيل. هي حادثة غريبة صارت في دوري NBA الأمريكي. مدرب ميامي قرر الانفصال عن زوجته. حسب القانون الأمريكي زوجته تملك نصف ثروته إذا صار بتبيع الطلاق. إدارة ميامي إيش عملت؟ عرضت التجديد على مدربة بعقد خيالي قيمته 120 مليون دولار لمدة 8 سنين. سمعت مرتو الحكاية ذي إيش عملت؟ قررت المماطلة في إجراءات الطلاق إلى حد الإعلان الرسمي عن التجديد، وهكذا تضمن نصف المبلغ مبلغ العقد. المدرب سمع اللي مرتو سمعت، إيش عمل؟ مشى طلب من إدارة الفريق إنه يخرجوا خبر يقولوا فيه إنه المفاوضات تعثرت مع المدرب وإمكانية عدم التجديد. إيش صار؟ المرأة مشيت وقتها سرعت في إجراءات الطلاق، وبعد ما تأكدت أنه شبه مستحيل تجديد العقد مع زوجها، الشيء اللي صار كما قلت الطلاق. وبعد ما صار الطلاق رسميا أعلنت إدارة ميامي التجديد مع مدربها التاريخي بعقد تاريخي. معناتها نفقة المرأة مهما كانت توصية أقطاب العالم حتى كل. من بنغلاديش يعني تحتم الراجل، تحتم له في الدقائق الأخيرة باقي مسرع. قاعدة تستنى فيه باش يسحر كونترات وباش وقتها تمشي. وهذه هي رؤساء الجمعية المناضلين. معناتها رئيس الجمعية حسيته كالناصر البدوي هذا، معناتها مناصر الأمة ومناصر للرجال وحتى ما عجبوش الأخبار. أنت مناصر للمرأة، أنت أكثر واحد مناصر للمرأة أكثر من أميمة في البلاتو. تصرف كي هذا اللي يعملوه مال روزمون سينا بدو يخدموا في المخاخهم على النفقة، تلقاها شهريتها كبيرة ولكن المهم تنحي من الراجل الماكسيموم. كيفاش تعتبره؟ كيفاش تراه كنصير المرأة؟ شنو اللي صار؟ تصرفات المرأة هكا تخدم المخ على النفقة. وصلوا للطلاق تولي لا لوجيك، الكل تطيح في الماء، معناها تولي ديزانتيري. وامريكا راه قانونها مش لعبه، مش كيما تونس. عندك امريكا وبريطانيا يودي اشتر اوتوماتيكمون، ما تخش تحكي اشتر اذا كان فما حتى ضرر. سينو تنجم تدخل 80% و90% من الثروه نتاعو. بيزوس وقت اللي طلق مرته خذيت بريسك اشتر، خاطر منع كلكو زاكسيون، مرته وليت الاغنى مراه بعد بنت بيتونكور، معناها ثاني اغنى مراه في العالم بالشطر الورثه الثروه. تعرف رفيق المثل كل معروف هذاك بتاع قبلك يقول لك بعد طلاق تمشي للوجيك شو اسمه هذاك السحار، يقول لك اطلب ايش تحب. انت في عوض تطلب ايش تحب، تقول له ليه انت ومرتك تمشي، اطلب ايش تحب عور لي عين، تقول له باش الاخرى تعور له زوز عيني. هو مش مثل هذا النكته اللي حاولت تتكيفها، حاولت تتكيفها على موضوع طيب رفيق وطريقه الالقاء امسك ما فهم وركيكة للغايه حاب يعمل هكا. هي النكته حاب يكيفها على موضوع تليق زيت حكايه ركيكه، حاب يعملها عبره كيما سونيا اليونسي ويبارتاجها في التيك توك. لا باش تسبك توا انت باش تبارتاجها، انا باش تتسب مسؤوليه وما انا بالنسبه لي الاخبار هذه بالعكس ينصف المراه. احنا تجي مع مرات تونسية، المرأة التونسية ليه؟ شوفوا البارة، شوفوا المرأة الأمريكانية الفرنسوية كيفاش تتعاملوا، ما يهميش لا في عرس لا في بهرج لا في طلاق لا حتى شيء. هاكم تشوفوا يعني مش كان نسي في تونس فما نسبة منهم، على خطر ما نحبش نحطهم لكل فرد شكارة، نسبة منهم يلوجوا على النفقة والأمور هذية. وفما زادة في أمريكا هاك تشوف شنية عملت فيه، معناه التكتك هذية إبليس في جسد مرأة. يا أخي طلع هو كما قال محمود أخبث منها. وهنيئا للرجل للأمانة، فماش علاش باش نحيلو فلوس نتاع كونترا جديد، معناه جباروت كبير. يلا